اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، موجود النهارده في استاد اسكندريه، وضيفي النهارده ونجمي هو المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ كابتن سيف. ازي حضرتك؟ الحمد لله سيادتك منور. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طمنا على سموحه السنه دي. زي الفل. نتمنى ان شاء الله باذن الله انها تكون يعني كويسه. احنا طبعا في لعيبه هيغيبوا عن السنه اللي فاتت، عملنا طبعا مجهود كبير، في عندنا لعيبه كتير واعدين، فربنا يوفقنا بقى ان شاء الله ويحصل تجانس، يعني ان في ناس كتير جداد في الفرقه، لكن ان شاء الله نتعشى بخير باذن الله. كلهم ناس كويسين وواعدين. يعني دايما الجمله اللي بيقولوها على المهندس فرج عامر: تاجر شاطر، اغلى واحد في مصر بيبيع وارخص واحد في مصر بيشتري. اشاعات يا كابتن، اشاعات. والله ابدا، هو توفيق ربنا، توفيق ربنا. توفيق ربنا. يعني هو طبعا انا مركز طبعا مع كل حاجه تخص النادي سموحه، مركز تركيز شديد جدا، وطبعا زي ما حضرتك عارف ان هي مسؤوليه كبيره قوي. وبعدين احنا بنقعد يعني نفكر في اللاعبين، سواء في بيعهم او شرائهم طول الموسم، مش في اخر وقت، حتى لو ما بنتكلمش في الموضوع ده، فبيبقى الموضوع واخد يعني خطوات. وبعدين احنا بنعلن عنه في التوقيت المناسب ولما تيجي الفرصه المناسبه. يعني لان انت عارف سيادتك انا محكوم بصرف معين، دايما احنا بنصرف. احنا السنه اللي فاتت كنا تاني اقل فريق صرف في تصرف كام يا باشمهندس؟ لا كميزانيه ما يعني حوالي يعني ما اصل هو انت بتصرف كام وبيجي لك كام؟ يعني هو عاده كنا قبل الكورونا بنكسب. دلوقتي بتحصل فروق. انا السنه اللي فاتت ساهمت طبعا بمبلغ مالي، لان السنه اللي فاتت ما كانش في بيع، السنه دي في بيع. ساهمت بمبلغ مالي كنادي ولا كفرد؟ لا كفرد. انا طبعا كل الالعاب، مش الكوره بس، كل الالعاب في كل الانديه. لا انا عايز اوصل لحضرتك لحاجه، الفرق ما بين الرقمين كام؟ لا السنه اللي فاتت انا ساهمت ب 50 مليون جنيه. 50 مليون؟ انا ساهمت فيهم 50 مليون جنيه. طبعا طبعا. انت كمهندس فرج عامل؟ لكن الفرقه نفسها صرفت كام؟ يعني بعد ما جالها؟ لا ما هو الفرق حوالي 50 مليون جنيه. الفرق 50 بس، ده مش كتير يعني على فرقه كوره، ده يعتبر مبلغ مش كبير، لان ما فيش فرقه كوره ابدا كسبت. طب كنت حضرتك بايع بكام؟ لا السنه اللي قبلها ما بعتش. يعني انت السنه دي بدايه كسبان 47 مليون جنيه بين البيع والشراء. يعني انا بعت بمبالغ واشتريت بمبالغ. انا جبت 11 لاعب من غير يعني هيبقوا 12 انتقال حر. كلهم انتقال حر. انا تهت. ليه؟ انا معلوماتي ازاي؟ ان مفيش فرقه في مصر بتكسب، سموحه بتكسب. يمكن استحاله، ما كسبناش، انا خسران. ما انا غطيت ب 50 مليون. لا السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت مثلا في، احنا عرفنا ان سيراميكا صرفه 140 مليون مثلا، 150، بنك الاهلي 160. لو انا هقول سموحه بتصرف كام؟ هل بتصرف زيهم؟ 50 مثلا. لا 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 50 بس، انا مغطي ال 50 دول. الفرقه كلها تصرف 50؟ الفرق بين البيع وبين الشراء. بين الشراء. بين البيع والشراء. طب حضرتك لو حطينا فلوس البيع كمان الفرقه تصرف لا السنه دي دلوقتي انا مبتدي ب 47 مليون جنيه مكسب دلوقتي. السنه دي. وتصرف حضرتك خلال السنه كام؟ 47 دول؟ يعني هصرف 60 70، لان عودي صغيره، عودي مش كبيره. يعني حضرتك في الاخر بتصرف 80 90. ممكن كده 80. انا ميزانيه قليله خالص يعني، بس انا بادئ ب 47. نعم 80 90 ده ولا حاجه. يعني ميزانيتي قليله جدا. انا عندي سقف اعلى لاعب بياخد 2.5 مليون جنيه بس في ظل بقى اللي ب 6 و7 و8 و10. عشان كده انا بقول لسيادتك السنه اللي فاتت احنا تاني اقل فرقه صرفت. لكن احنا طبعا وصلنا، دخلنا المربع الذهبي. طب ازاي حضرتك بتصرف بالارقام القليله دي وعايز تنافس؟ ده بنافس. ما انا عارف انك بتنافس وتزق اي مدرب ودايما النتائج ما بترضكش. لا لا لا، مش كل الظروف، ما في اوقات كتيره بترضينا. ما هو مع الكابتن احمد سامي بترضينا، وقبل كده مع الكابتن حماده صدقي راضتني، وبرده في سنه من سنين مع الكابتن شوقي غريب راضتنا، والكابتن حلمي طولان مرتين ترضينا. يعني طلع مره الثالث وطلع مره الرابع. والكابتن حماده صدقي وصل نهائي الدوري ونهائي الكاس. والكابتن احمد سامي. لا انا 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 فاهم طبعا. انا قصدي ان انت دايما عندك طموحات طبعا اعلى بكتير من الصرف ده. طبعا طبعا طبعا. ما انا بعتمد على اقتناص الفرصه. يعني انت ممكن تكون شاطر في حاجه ومتوسط في حاجه وضعيف في حاجه،
فانا بتحين الفرصه، بتحين الفرصه. عامل زي ما يكون في ذئب كده وفي قطيع من الحملان، فواحد يطلع بره القطيع تقوم انت حضرتك منقض عليه، بتبقى حاسس ان اللي قدامك ده هيؤدي الغرض. وممكن وناس خبرة في الكرة احسن مننا فهموا في الكرة احسن مننا بس هم مش شايفينه، زي مصطفى فتحي مثلا، او زي عبد القادر، او زي ناصر ماهر اول ما جه اول مره جه سموحه، واخرين واخرين. بتراجع حد في الشراء والبيع يا باشمهندس؟ لما الاول لازم اكون مقتنع 100% انت كفرج عام، انا شخصيا، وبعدين واكون شايف اللاعب تماما. وبعدين دلوقتي طبعا برجع للكابتن احمد سامي بصوره سريه، يعني خدت مساك بصوره سريه. وبعدين بعد كده في بعض الناس انا جبتهم مخاطره، بس هو الكابتن احمد سامي كان عنده ثقه تامه، زي عبد القادر. انا كنت عارف عن عبد القادر، كنت متابعه متابعه لصيقه، يعني كنت متابعه متابعه لصيقه لصيقه لصيقه. وبرده ناصر ماهر كنت متابعه متابعه جامده قوي. محمد عبد المنعم كنت متابعه متابعه دقيقه جدا، شفته في الماتشات بتاعه ناشئين الاهلي، خدت مسيرتك. فلما بشوف واحد كده ويكون فيري بروميسنج، يعني واعد قوي، بركز عليه قوي. واحمد فتوح برضو ده كان اختياري 100%، وابو جبل اختياري 100%، ولو ناس تانية زي ايمن اشرف انا برضو جبته 100%، ياسر ابراهيم ده جبته 100% في وقتها، وناس كتيره. لكن مثلا لما بيكون معايا مدير فني، شوف الفرقه بتاعه 2014 اللي هي وصلت نهائي الدوري ونهائي الكاس، انا جبتها دي 100%. كانت كل الناس متوقعه ان مفيش كره قدم، والفرقه كانت قويه جدا. ايه صامويل افوم، جودوين اطرام، حمودي، علاء علي، هاني العجيزي، كانت فرقه جامده جامده جامده، كلها احترفت يعني اتباعت بالكامل. ابراهيم عبد الخالق لما تيجي تطلب حضرتك رقم، مين اللي بيقول لك ان ده كتير ولا ايه؟ يعني احنا في مجال الاعلام اسمع كده، اصحى الصبح الاقي مهندس فرج عامر طرف في ده 34 مليون. طب جبتهم منين يا باشمهندس ده؟ برضه نسبه وتناسب. حضرتك بتشوف مثلا ان في مثلا لاعب قريب قوي من اللاعب ده اتباع برقم يشابه هذا الرقم، بالعكس ده في ناس بتكون لاعبين اقل واتباعت بارقام اعلى، واتباعت بارقام اعلى. فحضرتك بتبقى نسبه وتناسب، يعني انت بتبقى يعني حاسبها. مثلا بتجد مثلا انديه القمه دي ليها اسعار خاصه، لان هم بيطلبوا لاعبين يعني لهم مواصفات خاصه، يعني ما بيطلبوش اي حد. فلو حد الاهلي او الزمالك او بيراميدز طلبه، يعني ما بيكونش لاعب عادي، او اللاعب اللي بيروح هذه الانديه ما بيكونش طبعا لاعب عادي. فهم بياخدوا زي ما بيقولوا وش القفص، او احسن حاجه موجوده. فاحسن حاجه موجوده دي ليها ثمن، ليها ثمن، فبناء على ذلك بيتحدد الثمن. وبعدين كل شيء قابل للنقاش، يعني حضرتك يعني في ساعات انت بتتوقع انك تبيع لاعب بثمن ويجي لك ثمن اكبر، زي رجب بكار. رجب بكار تقريبا اتباع ب 34 مليون جنيه، خدت مسيرتك، رقم كبير. هو كان باك يمين يعني، والمهدي سليمان برضه اتباع برقم ضخم جدا. حسام حسن ماله حسام جاب اللي بتحلم بيه. هو بص انا عايز اقول لك على حاجه، حسام حسن جاب اكتر من اشتراكات نادي سموحه كلها، لما تحسب الفلوس اللي دخلها للنادي كلها على بعضها، كلها على بعضها، هو جاب اكتر من اشتراكات نادي سموحه بالكامل. قولها لي كده يا باشمهندس. نعم. ازاي؟ هو ده اللي حصل. انا عرب مبالغ كبيره قوي، وبعدين بعناه برضه بحاجه يعني كلام منطقي جدا. هو اتباع بكام يا باشمهندس؟ لا ما انا لا، هو فكره ان هو اتباع بكام انا ما اقدرش اقول، لان طبعا ده في انديه تقول ايه، زي مثلا برضو انا بعت. ليه يا باشمهندس عندنا احنا هنا المشكله دي؟ ده العالم كله عارفين اللاعب بياخد كام وبيصرف كام والمدرب بياخد كام. انا عايز اقول لسيادتك حاجه، احنا دي مصعبين القصه كده. لا انا هقول لحضرتك حاجه، طالما انا في اتفاق مع طرف سواء اقول او ما اقولش، انا مره بيعه وقفت لان انا قلت اللاعب اتباع لكام، كنت بايعه لنادي بره مصر. طب انا اسال على حضرتك، حسام اتباع باغلى من 30 مليون؟ ما اقدرش اقول. حسام يعني احنا ارتضينا جدا، والاهلي ارتضى جدا، لكن مجمل اللي جابه حسام اكتر من اشتراكات نادي سموحه. هو سموحه بيدخل كام اشتراكات؟ لا يعني بص، جاب اكتر من الرقم اللي انا قلت عليه. هو كل الفلوس اللي دخلت، كل الفلوس اللي دخلت والمعارين وكده، طبعا جاب اكتر من اشتراكات نادي سموحه. اللي هي بكام؟ ايا كانت بقى، يعني بص هقول لحضرتك على حاجه،
41 42 يعني ممكن يكون حسام جاب في الحدود دي من 41 ل 45 مليون 45 مليون ايا كان يعني. اصل بص انا مش عايز اقول ارقام عشان هو يعني اعير بمبلغ ضخم جدا. هو اعير بمبلغ ضخم جدا جدا وجاب لنا فلوس تانية كمان غير الاعاره والاهلي اشترى. الاهلي مبسوط واحنا مبسوطين. بس هو طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني هو راجل انسان محترم جدا واخلاق عاليه جدا وواضح ومحدد. لكن هو مش سهل وصعب. كابتن خطيب صعب جدا. ليه؟ في البيع والشراء. كابتن خطيب من اصعب ما يكون في البيع والشراء. مع حضرتك معايا طبعا. طبعا. هل الكابتن وانا كمان هو طبعا بيدافع عن مصلحه نادي وانت بتدافع عن مصلحه نادي طبعًا. طبعا بس هو الكابتن محمود ايده ماسكه قوي. بكلمك بجد والله. ده موضوع حضرتك انا ماليش علاقه بيه. ايوه والله. اما يجي معلش حتى لو زعل مني بس هو اما يجي لحضرتك بس بالمنطق يعني اما يجي لحضرتك محترم دي بيبقى ليها سعر. هو له سعر عندي في كل وقت وله سعر عند الناس كلها في كل لا وقت. يعني ما ياخد عربيته ويجي ياخد لعيب. هو الكابتن محمود الخطيب له في قلبي معزه كبيره قوي 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 واحترام كبير جدا. تسوى فلوس لكن في البيع. لكن 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 انا لما باجي اشتري منه لاعب بقول يا رب استر. ولما اجي ابيع له اقول يا رب استر. وهو كمان يقول لي هو وقع في ايد مين. يعني هو كده يعني. بس هو لو جه كابتن محمود الخطيب السعر يحد مقدارا لمجيته يعني. بص انا عايز اقول لك على حاجه. هو في كل مكان هو له تقدير كبير جدا في كل حاجه. لكن هو صعب صعب. انت حضرتك حنين شويه في بيع الاهلي؟ لا ولا؟ بالعكس. بالعكس عمري ما كنت حنين في اي حاجه الخاصه بنادي سموحه. بعمل اقصى ما استطيع. بالعكس انا كنت مش عايز اقول لك انا بتعامل مع الناس كلها سواسيه. بالعكس انا بعت للزمالك ثلاث عدد من اللاعبين ثلاث اضعاف اللي بعتهم للاهلي. يعني عشان حضرتك تقول. لكن في موضوع حسام حسن كان الزمالك ما كانش عنده مكان وانا ما كنتش اعرف وحصل ان ناس كتيره اتفاوضت معايا من الزمالك. كل ما نوصل لاتفاق يؤجل هذا الاتفاق يؤجل هذا الاتفاق يؤجل هذا الاتفاق وما تمش اتفاق. بالرغم ان حسام حسن كان نفسه يروح الاهلي. يعني بس عشان اوضح لحضرتك. لكن في النهايه هو حاسس ان احنا يعني عايزين مصلحته وهو عايز يعني يشوف مستقبله. كان الاهلي ما بيتكلمش في حسام حسن خالص. كان في اربع انديه عايزينه. لكن هو ما اتكلمش. الاهلي ما اتكلمش فيه خالص. وبعدين في لحظه ما لما الكابتن محمود الخطيب عايزه خلص الموضوع في 10 دقائق. راضي عن الكره المصريه؟ لا مش قوي. لا مش راضي عن الكره المصريه. لا الكره المصريه عندها مقومات انها تكون في مكان افضل من كده بكتير. راضي عن ادارتها؟ لا مش راضي. انا بحترم الناس اللي موجودين في اللجنه طبعا لازم احترمهم. طبعا المهندس احمد مجدي شخصيه محترمه وانا بحترمه جدا. لكن كاداره الكره المصريه لا مش راضي عن ادارتها. انا مبسوط قوي ان جت الرابطه. طبعا. من هو مرشح الرابطه للسموحه؟ احنا رشحنا عماد متعب. احنا رشحنا عماد متعب. اصل قالوا عماد متعب وقالوا الحاج عامر حسين. الحاج عامر بص بقى هنا في حصل ايه تداخل. احنا يعني رشحنا عماد متعب لرئاسه اللجنه ورشحنا الحاج عامر لعضويه اللجنه. احنا اعتقدنا ان في مرشحين. مرشح تختاره للرئاسه ومن يمثلك في اللجنه. طب في الاخر خالص الجواب طلع لمين؟ لعماد متعب الاول. عماد متعب طلع الاول قبل الحاج عامر بثلاث ايام على ان هو مرشح لرئاسه اللجنه. خدت بساتك. فاحنا توقعنا ان كل نادي في حد يمثله. لكن انت بترشح ناس لرئاسه اللجنه. يعني فاحنا رشحنا عماد متعب ثم بعد كده طلعتوا جواب للحاج عامر. بس اتلغى الجواب ده كمان بتاع عماد. لا بتاع الحاج عامر. بتاع الحاج عامر. هو طلب ان هو يتلغى واحنا ما كناش فاهمين ولغينا هذا الجواب. يعني المرشح هو عماد متعب. احنا رشحنا لرئاسه اللجنه هو الكابتن عماد متعب. توقعاتك للجنة هتنجح. عندهم بند اول مهم جدا وهو تجميع الحقوق واعاده توزيعها. هتنجح اللجنه دي هتنجح نجاح كبير قوي. انا متاكد من كده. وكان نفسي اللجنه دي تتكون من فتره قبل كده. لكن انا طبعا عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. انا شايف الناس اللي ماسكين اللجنه شخصيات كلهم شخصيات جميله ومحترمه جدا. لهم قامات كبيره الحقيقه. وهم واعدين جدا وهينهضوا بكره القدم المصريه. بس نفسي بقى التحكيم يا يكون تبع اللجنه يكون مستقل. مهم قوي ده لان ده اخطر ملف في الموضوع. طبعا تنميه الموارد هم هينموا الموارد. هم هيجيبوا فلوس اكتر للانديه. مصلحتنا ان احنا نتفاوض كجهه واحده
مصلحتنا ان احنا ناخد فلوسنا من اللجنه، مصلحتنا نكون متحدين طبعا، لكن انا شايف ان ملف التحكيم ده يا اما يكون مستقل يا اما يكون تبع اللجنه. راضي على التحكيم؟ لا مش راضي على التحكيم. ما هو سواء راضي او مش راضي، حضرتك شوف اين وصل التحكيم المصري. احنا مش مشاركين في اي بطولات كبيره، احنا تراجعنا. كان زمان دايما النهائيات بيحكمها حكام مصريين، كان دايما في 2 و3 من الحكام المصريين بيروحوا مسابقات كبيره جدا، وناس تروح كاس العالم وناس تروح الاولمبياد. هل الكلام ده بيحصل دلوقتي؟ لا. طب ما تحلتش الامور بعد الفار افضل؟ نعم الفار ما حلش الامور. ما هو الفار في مصر طبعا عمل يعني حل مشاكل كتيره قوي قوي قوي، وهو في صالح الكره المصريه، لكن برضو اللمسه المصريه ما تخلتش عن الفار، يعني برضو ما تحلتش المشاكل بشكل جذري. كان المفروض المشاكل تتحل بشكل اوضح من كده. مباريات الفار ما كانش موجود، مباريات الفار يروح الشوط الثاني، مباريات يقول لك اصل احنا ما اشتريناش خط المرمى للفار. وفي في في ماتشات الفار بيروح في ماتشنا والاتحاد السكندري في الدور الاول جه الفار في الشوط الثاني، وماتشنا والمقاصه ما جاش خالص. وفي ماتشات جه الفار ما كانش شغال. هل سموحه مظلوم تحكيميا؟ طبعا مش عايز كلام اكيد. في مره كنت بسال كابتن احمد سامي السؤال ده، في مره روحت يا باشمهندس حاسس ان انت متجامل تحكيميا؟ متجامل؟ متجامل؟ لا متجامل؟ لا وارد اكون متجامل، بس ما حسيتش. والله استاذنك نطلع فاصل. اتفضل وارجع اكمل. نطلع فاصل وارجع اكمل مع المهندس فرج عامر. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ونكمل معاكم معايا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. مفيش ولا مره يا باشمهندس وارد انا اكون اتجاملت؟ وارد. عمر حضرتك سمعتها دي؟ ان مثلا في رئيس قال انا النهارده اتجاملت؟ اتجاملت؟ رئيس نادي؟ عمرها ما تطلع. ما هو اللي متجامل مش هقول انا متجامل. ما بيحسش بيها دي. لا، وبعدين في مجاملات او عدم مجاملات قد تكون مش مقصوده، الغالبيه العظمى اكيد مش مقصوده، لكن حكم خايف من الفرقه اللي بتلعب قصادك، حكم مهزوز، حكم مضغوط، يعني هم كلهم ناس محترمه وذمتهم محترمه، وما اقدرش اقول عليهم اي حاجه وحشه ابدا، لكن اللي بيحصل كده ايه السبب انا مش عارف. اللي بيحصل كده ايه السبب انا مش فاهم السبب ايه، لكن هو سموحه مضغوط عليها تحكيميا بشكل كبير جدا. فانا نفسي بس ملف التحكيم ده يروح في مكان تاني. بس هل ممكن ان سموحه بعد تألقه بشكل كبير في الدوري الممتاز ان ياخد جزء من جماليه الاتحاد السكندري في الشارع السكندري؟ انا مش ببص للكلام ده خالص. اولا الاتحاد السكندري ده اخونا، وانا عضو في الاتحاد السكندري، والاستاذ محمد حسين ده اخويا، وبتمنى له كل خير. انا ما بفكرش في الكلام ده خالص اطلاقا. عمري ما فكرت ان انا لا قدر الله اجي جنب الاتحاد ولا اخد الاتحاد، لان جماهير الاتحاد بتعشق الاتحاد، وانا بحب الاتحاد السكندري. يعني الاتحاد في ماتشات كتيره جدا احب ان الاتحاد يكسبه، والاتحاد له اسم كبير قوي وله تاريخ كبير قوي. احنا في سكه وهم في سكه، وبعدين الدنيا تسع ناس كتير، وبعدين انا ضد التعصب وضد الـ يعني خدت بساتك الحديه ضد المشاكل. ما هو الاتحاد لما الاستاذ محمد المصلح طلب مني المحترف بتاع الباسكت بتاعنا، انا اديتوله فورا، يعني اللي هو عشان يلعب معاه. لا احنا في احترام وفي تعاون في تقدير. لا انا بحب الاتحاد، والبلد تسع ناس كتيره، والدنيا كلها تسع ناس كتيره. شايف ازاي حضرتك الانديه الجديده اللي بتنشا والصفقات والارقام الجديده؟ ما هو ده يوري لك قد ايه الاهتمام بكره القدم. الناس طبعا الاهتمام بكره القدم ده حاجه عالميه، حتى لو العالم في انخفاض في الاقتصاد، لكن العالم مهتم بكره القدم بطريقه كبيره قوي، لان كره القدم مش لعبه بس. كره القدم دي فيها جزء كبير جدا اجتماعي وترفيهي ومعنوي واقتصادي. كرة القدم دي بقت تحولت إلى أهم صناعة في العالم، أهم صناعة في العالم، وصناعة مهمة جدا وخطيرة جدا. وتهافت الأندية في مصر وتهافت كل الأندية وكل المؤسسات إنها تعمل فرق كرة قدم يوريك قد إيه كرة القدم دخلت في البيوت، وقد إيه أثرت في النفوس والنفسيات، وقد ايه بتخلق الانتماء. فده شيء طبيعي حصل في كل دول العالم.
وبرضو بتمنى ان كل الشركات في الانديه تتحول الى شركات استثماريه لتدير كره القدم بعيدا عن ميزانيات الانديه. ده مهم قوي 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 قوي. وده اللي هيحصل في الايام الجايه ان هتبقى شركات استثماريه وهتطرح في البورصه زي في اوروبا وفي يعني في كل حته. فكره القدم بتشغل حيز كبير جدا مش في مصر, في العالم كله. سالت الاستاذ محمد مصلحي على موضوع شركات الكوره وقال لي هو ورق في الدرج عمره ما هيطلع لان كل الانديه بتخسر. والله انا كنت بكسب قبل الكورونا, كسبت كذا سنه كذا سنه يعني كسبت كتير. انا قبل الكورونا كسبت كتير, كسبت من كره القدم لكن وكسبنا من حاجات كتيره. كره القدم كسبت منها, انا ما اقدرش انكر ذلك. هو بص حضرتك, هو طبعا الاستاذ محمد راجل خبير وراجل يعني بيفهم طبعا جدا وفاهم, لكن ظروفي انا كسبت من كره القدم قبل كورونا كذا سنه, واقدر اكسب كمان. ما انا قلت لك انا بيع وشراء دلوقتي واقولهم لك بالورق والقلم. كسبت 47 مليون جنيه دلوقتي اللحظه دي. انا لسه ببتدي بمكسب 47 مليون جنيه. ما بتتخضش حضرتك من الارقام لما تقول مثلا انا صرفت 70 80 في السنه وفي انديه بتصرف 200 وفي انديه بتصرف 200 وي وانديه بتصرف 300؟ هو حضرتك يعني انا يعني او نادي سموحه اللي انا بمثله يعني احنا من زمان قوي في الكوره. انا جيت الكوره كانت درجه ثالثه زي كل الالعاب اللي كانت في سموحه درجه ثالثه. ف وبتدخل في الكوره لان انا بفهم فيها وبعرف فيها. انا ما بفهمش في الالعاب الاخرى, لكن طبعا احنا بنصرف على كل الالعاب. بنصرف على ما يقارب 40 لعبه. ما فيش لعبه ابدا بتجيب فلوس الا كره القدم اطلاقا. بتجيب فلوس؟ ما فيش ولا حاجه بتجيب فلوس. لا اسمها حاله خاصه يعني. ما فيش حاجه بتجيب فلوس خالص. انا بعت لعيبه باسكت, بعت لعيبه فولي برضو اعوذ بالله من غضب اللي انا اللي بعته هاند بول. بعت اغلى لعيب فولي في التاريخ. بعت لعيبه باسكت بارقام غاليه, بس ايه مره صدفه. عندما بانتظام انا اعرف ابيع لعيبه كره القدم بسهوله جدا بسهوله جدا داخليا او خارجيا بسهوله جدا. لان الناس اللي ببيعهم الحمد لله بيثبتوا جداره. يعني ما بعناش حد طلع وحش ابدا. فطالما من خد وعطى صار المال ماله. طالما حضرتك من اخد ود. ايوه طبعا. يعني طالما حضرتك بتكون صادق واضح تماما مع الناس فالناس بتتعامل معاك. هل دعم حضرتك لفريق كره القدم بالارقام اللي انت قلتها 40 مليون و50 مليون هل ده قرض يرد قرض لا حسن؟ لا 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 وغيره 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 وغيره. لا دي فلوس ما بترجعش. يعني خمسينات كتيره مش خالص ولا لا هنا؟ مش شرط يعني. طب انا في الاول دعمت النادي بفلوس كتيره جدا. انا هو ارض برج العرب دي كانت بتاعتي اصلا. نادي برج العرب كان بتاعي انا. وانا تنازلت عنه لنادي سموحه. كان بتاعي بالكامل. يعني ده حضرتك نزلت من غير مقابل؟ ولا الهوا. يعني حضرتك بتعمل فرع هناك سموحه؟ عملت خلاص. وفي عضويات؟ شغال. وفي عضويات دخلت؟ مش قوي. اولا احنا لما اتخد النادي رجعنا كل العضويات. رجعنا 100 مليون جنيه. رجعنا 100 مليون جنيه. دلوقتي مفيش حاجات بسيطه جدا يعني. عضويه سموحه بكام دلوقتي؟ هو تاني اغلى نادي في مصر. تاني اغلى نادي كام يعني؟ انا والله مش هقول. بص انت عارف يا كابتن والله انا ما بحبش اتكلم في الفلوس. اخر حاجه دي اتكلم فيها هي الفلوس. دي حاجه بتاعت ربنا. دي حاجه معلنه على ما اكتب علينا. بس هو يعني دايما الرزق ده ما يحبش المقاطعه. خدت بالك؟ فهو تاني اغلى نادي في مصر. تاني اغلى نادي في مصر. تاني اغلى نادي في مصر هو سموحه. كنت لسه بسال حضرتك انت ما بتقلقش من الانديه اللي طالعه والتكاليف؟ يعني كنت بسال بعض رؤساء الانديه الجماهيريه قالوا لي ممكن تصحى من النوم ما تلاقيناش. منهم الاستاذ محمد مصلحي. وارد طبعا. وارد. وارد وارد طبعا. هل دي ظاهره صحيه؟ والله ضخ اموال في نشاط رياضي شيء جميل. انت ما تقدرش تمنع حد ان هو يستثمر في كرة القدم. طب وحل الأندية الجماهيرية ايه؟ يعني أصل دي حل الأندية الجماهيرية إن ممكن تيجي شركات راعية وترعى هذه الأندية. وترعى زي ما بيحصل في إنجلترا. يعني دلوقتي الناس بتستثمر بنفسها وبتجرب بنفسها تعمل بنفسها. هيجي ناس مش هتلاقي أندية من دي هتدخل على الأندية الجماهيرية تستثمر فيها أو تتكون شركات كرة قدم
تدار، وبرضه هيبقى فيها جزء استثماري واسهم ورعايه والى اخره، والامور يعني تتوازن الى حد كبير. لكن في النهايه كره القدم هتتحول في مصر الى استثمار وصناعه زي ما موجوده في العالم، وهيطبق بقى اللعب النظيف وتبقى اللي يخسر مش هيبقى له وجود، واللي يكسب يستمر، وهتصرف على قد ايراداتك. مين افضل رئيس نادي من وجهه نظرك؟ والله انا كنت كابتن حسن حمدي لو انت جيت مريت، ودلوقتي الكابتن محمود الخطيب. انا شايف الكابتن حسن حمدي طبعا رجل انا شايفه قدوه بشكل كبير قوي 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 طبعا. وطبعا اسمع الكابتن حلمي زموره طبعا لما كان في الزمالك، هو بتيجي فترات كده للانديه ممكن يجي رئيس تاريخي لهذا النادي، تبص تلاقي ينقل النادي نقله كبيره جدا، زي ما الكابتن حسن حمدي نقل الاهلي، نقل الاهلي نقله كبيره قوي، ونقل الاهرام نقله كبيره قوي. بالرغم ان هو شخصيه هاديه مستقره، مخه كبير قوي، لما تقعد معه ما يبانش عليه، لكن هو مخه كبير قوي وعمل حاجات جباره في النادي الاهلي ما حدش يقدر ينكرها. فانا رايي الشخصي ان الكابتن حسن حمدي كان احسن رئيس، احسن رئيس معاصر انا من وجهه نظري الكابتن محمود الخطيب. دي وجهه نظري. علاقتك قويه بالكابتن حسن وكابتن محمود؟ طبعا. دكتور حسن مصطفى؟ طبعا. اي صوره بتنزلوها بتعمل دربك؟ لا 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 هم بيتهموني بكده، هم بيتهموني بكده. انت معارك بيه؟ هم بيتهموني ان انا اللي بتنزل الصور، اللي انا بنزل، بس لعلمك مفيش صوره نزلت الا بموافقتهم. فعلا؟ طبعا. طبعا ما اقدرش انزل صوره بموافقتهم. طبعا كابتن حسن مصطفى ده قدوه بالنسبه لي. وده راجل قدوه لمصر وقدوه للرياضيين وفخر لما يبقى مصري تاني اهم مسؤول رياضي على مستوى العالم، فده حاجه عظيمه جدا. ولما الرئيس يعمل قاعة عملاقة بيكلفة مليار و200 مليون، واحنا عارفين طبعا الرئيس ما بيصرفش في اي اتجاه طبعا، ويعني عارف بيعمل ايه، ده حاجة جبارة يعني. فهم مفيش مرة الصور دي يا باشمهندس تقولوا يعني تقعدوا مع بعض كده تقولوا الصور دي بتجيب وجع دماغ بلاش؟ ما هو خلاص، ما هو لا ما عادش فيه. هم هو انا اتهمت بان انا ان انا اللي بنزل صور، بس والله العظيم انا ما نزلت ولا صوره الا بموافقتهم كلهم، عشان حضرتك تكون في الحقيقه. صوره ميدو قلقوا منها؟ لا، ده ميدو ده راجل ظريف، شخصيه لذيذه طبعا. وبعدين احنا قابلناه بالصدفه وكان هو في مركبه، انا عارف، وكانت لقطه لطيفه جدا. انا بحب ميدو ده، انا بحب ميدو جدا، انا شخصيا بحب ميدو قوي، ميدو شخصية وبستمتع جميل بالكلام معاه. اولا هو راجل تلقائي ولذيذ وراجل واقعي ومش متعصب. انما هو زملكاوي فظيع وده حقه، لكن هو صح، مش متعصب. ويعني عمل تصرف جميل قوي مع الكابتن محمود الخطيب ومع ومع كل الناس، ويا ريت الناس كلها تنبز التعصب، ما بقاش فيه تعصب ولا اي حاجه. فميدو لذيذ يعني. امتى هو اللي عمل احداث ايه؟ امتى نعمل اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني يبقى الاهلي والزمالك واحد؟ ما في، ما كان زمان كده، كنت تقعد في المدرجات الاهلي والزمالك. طب ليه ما نرجعش زي زمان؟ مش ما انا مش عارف ليه، مع ان انا احنا في سموحه كابتن صلاح الناهي والكابتن عاطف حنفي وكابتن ناس زي ما هم زملكاويه يعني، معظم الناس اللي في ناس رياضات كتيره في حركه اهلاوي. انا بحب الاهلي بعد سموحه طبعا يعني، انا من عائله اهلاويه طبعا، وانا طبعا بحب الاهلي، بس مش معنى كده ان انا لا قدر الله بكره الزمالك، لا بالعكس. عزمي مجاهد الله يرحمه كان اعز اصدقائي، وناس كتيره، ناس كتيره جدا وقيادات كتيره جدا من الزمالك اصحابي واصدقائي، والواحد لما بيشوفهم بيكون مبسوط قوي معظم. لكن انا عمري ما بحبش التعصب يعني، لان الانتماء الرياضي ده مفروض يكون حاجه تسبب لك السعاده، ما تسبب لكش مشاكل. انا ضد التعصب تماما، وانا متوقع ان في خلال سنتين ثلاثه الايام الجايه دي هتدوب الحاله دي. مفيش مره وانتوا كابتن في المركب كده تتكلم مع كابتن الخطيب مثلا تقول له ما نجيب مجلس اداره الزمالك والدنيا ينتهي؟ يعني حضرتك لو قعدت في المركب كده لما ليه ما اتكلمش في ده؟ بص حضرتك لما بيكون احنا مع بعض ما بنتكلمش ابدا في شغل حد، محدش بيتكلم في شغل حد اطلاقا، ومحدش يحب حد يتدخل في شغله او يقعد يساله. بس ده مش شغل. لا ده شغل، ده حاجه عامه، بس هو ما عندوش مانع للكلام ده كله، لان هو مسالم جدا، مسالم جدا جدا، وطيب جدا، ومؤدب جدا، وعنده قدره غريبه عن حاجه بقى غريبه قوي يعني. هو لو عايز يقعد صامت 48 ساعه يقعد صامت 48 ساعه،
خدت بالك؟ وراجل يعني بيعرف ربنا في تصرفاته وفي اخلاقه وفي شغله وفي امانته وفي بيته وفي رجولته. هو راجل محترم والله. انا بقول شهاده للحق يعني. هو محمود الخطيب ده انا اعرفه من سنين السنين السنين. يعني راجل محترم بمعنى الكلمه ومش غلط ومش كده. فهو ما عندوش مانع لاي حاجه كده. اتمنى يا رب. لكن هو طبعا ما فيش حد يحب ان يعني انا عمري ما اسال الكابتن حسن مصطفى تفاصيل في شغله ولا اسال الكابتن محمود الخطيب تفاصيل في شغله. ولكن لا، لان الفضول ده بيعمل حاله نفور. خدت بسيتك؟ الفضول بيعمل حاله نفور. ولا راي سيادتك ايه؟ لا ده راي سيادتك انت. لا انا رايي كده. انا بتدخلش. لا طبعا انا مش. وبعدين احنا بنقعد نضحك اساسا. نعم. دي هوايه حضرتك المفضله؟ طبعا هوايتي وبنضحك. انا بنضحك لان انت حضرتك وجمال بيك جرحي طبعا راجل جنتلمان جدا. راجل يعني شيخ عرب وراجل بيعرف يلم الناس ويحتضن الناس وانسان محترم. لكن برضو ما حدش يتدخل. محمد فيه. حبيبي سيادة النائب ابن حلال جدا. ابن حلال شبل هذا الشبل بالذكاء الاسد. شخصية محترمة ومن الناس محترمين أكيد جدا. أكيد أكيد. ما عندكش اصحاب زملكاوينا؟ عندي كتير. ما شفناش صور فيها اي حد زملكاوي خالص. ميدو لا ازاي اسامه نعمان نادي سموعة زملكاوي طبعا. ناس كتيره جدا زملكاويه وبيطلعوا معايا رحلات واصدقائي ناس كتيره جدا زملكاويه. لا في ناس ممكن يسمعونا دلوقتي. صلاح النهي صديق الروح بالروح بحبه جدا. في ناس ممكن يسمعونا دلوقتي يقولوا يعني هو فرج عامل بيستفاد ايه ما يعني دعم 50 مليون في 40 مليون في 50 مليون. ايه بقى اسمي وكرامتي ومسؤوليتي قدام اعضاء النادي؟ ما هو بس اصل الدنيا ما بتجيش كده. بس برضو ايه، انت الدنيا ما بتجيش كده. اولا في ناس بتحط قدام عينيك ان انت مسؤول عن مؤسسة. ففي المقام الاول ان انت لازم تنجح. او يعني تبقى انت حاطط في هدفك ان انت لازم تنجح. فانا بروح كل يوم بقعد 7-8 ساعات على الاقل في النادي. ما بغيبش عن النادي ابدا. النادي مشاكله بتؤرقني جدا. بحاول اعرف يعني كل حاجه. بتعاون مع كل الناس الايجابيه. بتعاون مع الدكتور عمر الغنيمي، بتعاون مع المهندسه ايمان، مع اسامه، مع المهندس احمد حسن، وبتعاون بقى مع كل حد يقدر يخدم النادي. ما عندكش اعداء؟ عندي طبعا. ما هو انا عدو. بص انا راجل برضو افضل اقول انا راجل ماشي كده زي القطر. خدت مساك ليا في حياتي كلها. في حياتي كلها عمل. ايوه حياتي كلها. انا اصحى من الصبح اروح شغلي مثلا، ارجع من شغلي على البيت، من البيت على النادي، من النادي على بيتي. هو دي حياتي. لما كنت في مجلس الشورى او في مجلس النواب يعني ممكن اصحى الصبح بدري اروح المجلس اكون رئيس لجنه الصناعه، رئيس لجنه الرياضه، اخلص اروح راجع على النادي او راجع على برج العرب لغايه بالليل. دي حياتي. هي دي حياتي. طالما انا مسؤول عن حاجه احاول اديها بافضل حاجه. فانت لما بتكون في مكان تقعد تقول ربنا يستر، بتبقى انت عايز تنجح، عايز الناس اللي يعني وثقت فيك تفضل واثقه فيك وتبقى مبسوطه من ادائك ومن عملك وفرحانه بيك وبتقدرك. فانت لازم تبذل قصارى جهدك. انا بقعد استمع لكلام مثلا عدوات النادي مثلا او اللي عندها مشكله في حاجه يمكن ما تخصش رئيس النادي. لكن انا بتدخل وبسمع. مش معنى كده ان انا بلغي سلطات ولا حاجه، لا. بس بيعمل لهم راحه نفسيه طبعا. انا بحس ان هم يعني ولادي وصغيرين احفادي. بس انت تاخد بالي ان حضرتك ما عندكش خصومه مطلقه. انا ما اسعاش الى الخصومه. سالت محمد مصلحي مين افضل رئيس نادي؟ قال لي مين؟ لا هو محمد مصلحي راجل محترم يعني. ايوه هو قال لي مين بقى؟ ما اعرفش. قال لي المهندس فرج عامر. لا العفو، ده هو عشان هو بيحبني. قال لي الحقيقه من مؤسسه سموحه. لا هو بيحبني. محمد مصلحي حته ثانيه خالص. محمد مصلحي ده اخويا واهله كلهم يعني في علاقه شديده لان هو اسكندراني اصيل. يعني محمد المصلحي ده عائلته عائله جذورها ممتده بشكل كبير قوي في اسكندريه. واهله كلهم نفس الشخصيه دي. يعني كان ليه خال برضه نفس الشخصيه دي. فهم
محمد المصلحي ده علامة كبيرة قوي في تاريخ الرياضة وحتى من غير الرياضة في اي تاريخ. محمد وبعدين ودود، ذوق، مجامل، محترم، وانا بيشرفني في اي وقت ان انا اقف وراه، وطبعا ورا الاتحاد. هو اخويا الاصغر سنا لكن هو مقامه كبير قوي عندي. مين افضل رئيس اتحاد جه في تاريخ الكره المصريه من وجهه نظرك؟ انا هقول لك على واحد، كابتن عصام عبد المنعم من وجهه نظري. لان عصام عبد المنعم وقت ما جه اولا اعتزل الكتابه، وبعدين كان هو السبب ان الكابتن حسن شحاته جه، صح، اختيار حسن شحاته. وحسن شحاته لما جه اعتقد ان هو يعني احنا ما ادينالوش حقه، كسب ثلاث بطولات افريقيه متتاليه. فلما كان موجود الكابتن عصام هو اللي جاب الكابتن حسن شحاته، وهو اللي جاب الجهاز الفني اللي مع الكابتن حسن شحاته، وهو اللي سنده، هو اللي فتح الطريق امام مصر انها تكسب ثلاث بطولات. ليه دايما تعامل حضرتك مع اتحاد الكوره من خلال حد؟ ليه انت ما بتروحش؟ يعني ليه من اجتماعات او انتخابات او اي حاجه او جمعيات عموميه؟ انا دايما بحب لو انا في مكان او رحت في مكان يكون وجودي له جدوى. وجودي له جدوى، يعني انا هروح هنجز حاجه. فانا ساعات بحس ان انا لو رحت اتحاد الكره يعني هضيع وقتي. انا اسف يعني، ممكن تفهمني غلط، ما تفهمنيش غلط، انا بقدر الناس اللي موجوده، بقدرهم جدا، لكن انا مش هجيب نتيجه. يعني خدت مسيرتك، يعني مروحي زي عدم مروحي. عشان كده بفضل ما تروحش. فانا ما بروحش. لكن انا لو رايح وحاسس ان الكلام اللي هقوله او يعني ممكن الناس تقبله، او لو رفضته هترفضه باسباب اتعلم منها الصح من الغلط، انا هروح. دايما بحب اكون اتواجد في المكان اللي هيكون فيه جدوى. بس ده اللي بحكي لك عليه. فبالتالي بقى هروح مصر وارجع من مصر واقعد 3 4 ساعات. ومهما اتفقنا هو يعني والكلام هو واللي في الدماغ هو وترتيب الاهميات هي فغير مجدي. فبالتالي ما بروحش. شرفتني ونورتني يا فندم. توفيق لحضرتك في سموحه وفي اللي قادم، وتوفيق في الانتخابات لكل الناس ان شاء الله. طبعا طبعا طبعا. بشكرك يا فندم. العفو. انا بشكر سيادتك. شكرا. شكرا كابتن سيف. خلصنا حلقتنا النهارده مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادي سموحه في القادم. بشكركم شكرا جزيلا. نشوفكم على الف.